طيب خلونا بقى قبل ما نبدأ فقراتنا وكالعادة نروح معاكم سريعا نتعرف على حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية. وصباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل عليك يا أستاذ عمار، وأهلا وعلى مشاهديك يا رب إن شاء الله. أهلا بيك، وعايزين نطمن على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة. هل في توقعات لانخفاض درجات الحرارة ولا زي ما هي؟ الأول النهاردة في انخفاض مؤقت في درجات الحرارة، لكنه طبعا انخفاض طفيف حوالي 3-4 درجات مقارنة بالأمس، لكن درجات الحرارة هتعاود ارتفاعها التدريجي مرة أخرى اعتبارا من الغد الأحد بإذن الله. يمكن خلال هذا الأسبوع واعتبارا من الغد هنعيش أجواء شبه صيفية، لكن النهاردة الجو معتدل على كل سواحلنا الشمالية، يميل للدفء أو نقول عليه دافئ على القاهرة والوجه البحري، ما زال حار على محافظات الصعيد وجنوب سيناء عند شرم الشيخ الغردقة خلال ساعات النهار، يبقى ليلا بارد على كافة أنحاء الجمهورية، يصل لحد شدة البرودة على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء. يمكن خلال هذا التوقيت شبورة مائية خفيفة، لكن لا تعوق حركة المرور والسفر على وجه العموم على كل الطرق، سرعان ما تنقشع مع زيادة فترات سطوع الشمس. من المتوقع طبعا هدوء كامل في سرعة الرياح، ده بدوره بيؤدي إلى مردود إيجابي على حركة الملاحة البحرية والاستمتاع بالشواطئ المطلة عليهم سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط. طيب أستاذ وحيد سعودي مرة تانية صباح الورد على حضرتك. عايزين نعرف بقى ونطمن على درجات الحرارة في القاهرة وبعض المحافظات. يعني صباحنا الشمالية حوالي 22 درجة، القاهرة والوجه البحري من 24 إلى 25 درجة بانخفاض من 3-4 درجات عن الأمس. أما شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 26 درجة، ما زالت درجات الحرارة المتوقعة مرتفعة على جنوب الصعيد عند الأقصر أسوان سوهاج الوادي الجديد أبو سمبل ما بين 30-32 درجة، شمال سيناء عند رفح النصرية والعريش 24 درجة، جنوب سيناء شرم الشيخ 28 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا ليك وصباحك زي الورد.